إلى جولة في عناوين الصحف والمواقع، والبداية الأهرام. الأهلي يهزم النصر برباعية نظيفة لأشرف وسليمان وأزار ومحارب. بوابة أخبار اليوم، عبد الله السعيد يعود لتدريبات الأهلي. الوفد، الأهلي يجهز مروان وأجايي في ودية البلاستيك. المصري اليوم، حسام البدري، اقتربنا خطوة نحو صدارة الدوري، وأحمد حمدي لاعبا واعد. الوطن سبورت، الأهلي يتمسك بإكرامي والحارس يعود للتدريبات. الشروق، عبد الحفيظ تلاحم المباريات وراء تأجيل التجديد لبعض اللاعبين. اليوم السابع، أشعة رنين مغناطيسي على ضامة حارس الأهلي. فيتو، الأهلي يرفض مبالغة الأندية في مطالبها المالية لبيع نجومها. دوت مصر، محاولات لتجهيز عاشور وسمير قبل القمة. يورو سبورت، عربية، خمس مكاسب للنادي الأهلي من رباعية النصر. وقبل ختام نشرتنا نتابع فقرة زي النهاردة. زي النهاردة في 3 يناير عام 2009 الأهلي يفوز على مضيفه الإسماعيلي بهدف نظيف في مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس من الدوري. أحرز الزئبقي محمد بركات هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65. طويلة 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 يا نهاراني، هلا 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 عليك يا بركات، مالك الحركات، حلوة 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 بركات. زي النهاردة في 3 يناير عام 2015 الأهلي يفوز على الجونة بهدفين نظيفين في الأسبوع 16 من الدوري. أحرز حسين السيد هدف الأهلي الأول في الدقيقة 16، وأحرز عماد متعب الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من المباراة. زي النهاردة في 3 يناير 2016 الأهلي يفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في الأسبوع 12 من الدوري. أحرز عماد متعب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار، نشوفكم ونشرة إخبارية جديدة على قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.